صباح الهنا والسعادة والخير على حضراتكم جميعا في أي مكان بتتابعونا، وعشرة الصبح في الأهلي. بداية الأسبوع النهاردة 20/12/2020، الشهر ده فعلا من الشهور اللي جريت بسرعة جدا، يمكن لأنه أحلى شهر في السنة، ده على الأقل بالنسبة لي يعني. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي، ويا رب يعني العشرة أيام دول كمان يعدوا على خير، ونخلص بقى من 2020 بكل ما فيها، بكل ما لها، بكل ما عليها. أيوة. ويا رب إن شاء الله بإذن الرحمن مع بشاير السنة الجديدة يعني نسعد كده ونطمئن جميعا على كل الأصعدة، وربنا يكرمنا جميعا. صباح الفل عليكم، واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. اخبار الويك اند كان معاك ايه؟ مفيش اي احداث، مفيش اي حاجه حصلت لك حلوه او وحشه؟ حياه رتيبه بحكي لك. معقوله يا كريم؟ والله العظيم زي ما بقول لك مفيش اي حاجه، مفيش خالص. خلي بالك من حاجه، انا بيجي عليا الجمعه والسبت بيحل عليا بقى تعب الاسبوع كله، وتقعد تنام فكره ما بعرفش انام قوي. والله العظيم بتجنن بقى من الموضوع ده، قلت بس اللي هو ايه، هنام بقى ومش هيعرفوا يصحوني، الاقي نفسي برضو ايه سبعة وربع مفنجل. طب والله طب ايه القصه دي؟ صحيح ويكند، ده احنا ويكند ولا رحت يعني. الجيم؟ طب تروح الجيم؟ لا بس الويكند لا. بتروح دايما على قد ما بقدر؟ اه يعني على قد ما بقدر، بس طبعا في كذا مره يعني ايه لاسباب مختلفه ما عرفتش التزم قوي، بس بحاول على قد ما اقدر. حلو جدا. انا بقى اللي عملته ان انا خدت قرار قبل الويكند، قلت الويكند ده بقى انا هبدا ان انا اظبط اكلي، وان انا انهي السنه دي خاصه يعني على قد ما اقدر من الكيلو جرامات اللي انا هقدر يعني احققه، لان انا السنه دي فعلا من السنين اتخنت جدا. ويمكن احنا كنا اتفقنا مع الجمهور المره اللي فاتت اللي بيتابعنا يعني الاسبوع اللي فات، قلنا خلينا نقفل السنه دي كده، نحاول ان احنا ناخد خطوات اولى حتى تجاه اللي احنا عايزين نحققه 2021. انا من الحاجات دي كانت ان انا ارجع تاني اهتم بصحتي، اهتم بجسمي، الزياده اللي انا زدتها في وزني احاول ان انا اخسها. فانا فعلا عملت ده وطبقته، وابتديت دايت كويس جدا، ومارست كمان رياضه يومين في الويك اند. فدي حاجه انبسطت بيها يعني بصراحه، واتمنى الناس كمان تكون ابتدت تعمل ده يعني. عايزين بس المفروض نسأل برضو كشكل من اشكال العطاء اللي تخسيه تديهولي بقى، انا اوزعه عندي وربنا يكرمنا احنا الاثنين ويجي مبسوطين. انت في نعمة يعني، انت مش فاهمها، فاهم يعني ايه حد يقعد ياكل اللي هو نفسه فيه وما يتخنش؟ بصي محدش بيعجبه حاله، لا اللي خاسس عاجبه حاله ولا اللي زايد عاجبه حاله يعني. الحمد لله. ايوه خلينا نبدا بقى مع حضراتكم انا وكريم واول اخبارنا، وطبعا عن الفريق الاول اللي النهارده هيسافر بقى للنيجر لمواجهه فريق سان ديب في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. امبارح كمان كان في مران وتدريبات، كيفن جونسون المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم من النادي الأهلي عقد محاضرة نظرية للاعبين، ده قبل انطلاق المران الصباحي للفريق اللي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. حرص جونسون على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث هنا عن الإيجابيات والسلبيات في المباراة اللي خاضها الفريق أمام غزل المحلة، واللي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مباريات الفريق ده في الموسم الجديد للدوري. طبعا يعني بالاضافه للكلام ده وضمن الاستعدادات لهذه المباراه، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اجرى مسحه طبيه امبارح تحديدا استعدادا للسفر الى النيجر. وطبعا ده بيحصل مع كل يعني طبقا للبروتوكول الطبي المتابع قبل السفر ومع كل المباريات اللي بتقام خارج حدود مصر. طبعا من المقرر ان تتوجه بعثه فريق الكره برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره الى النيجر على متن طائره خاصه استعدادا لمواجهه سان ديب المقرر لها يوم 23 ديسمبر اللي هو هيكون يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. في بقى نشاط كده كان لجان النادي الاهلي اللي دايما بتكون حريصه وبتهتم بكل الفئات ان هي تعمل كمان مبادرات مختلفه، بنتكلم هنا عن لجنه الطفل تحديدا اللي كان في الاسبوع اللي فات يوم الجمعه تحديدا عملت يوم ليوم الطفل، احتفاليه كانت جميله جدا تحديدا في الفوت كورت الخاص بالنادي الاهلي بس فرع مدينه نصر، وكان في ورش عمل كان تقريبا من سن 6 ل 12 سنه تحديدا كان الاطفال ممكن ان هم يشاركوا في ورش العمل دي، ناس كثيره كانت موجوده، كان في يعني احتفال جميل والناس كانت مبسوطة. خلينا نروح نتابع ونرجع نتابع. احنا كان لازم ان احنا نجيب للاطفال احتفال بعيد الطفوله بمناسبه وجوده لعيد الطفوله العالمي يوم في شهر 11، ففكرنا ان احنا نعمل ايه، فقلنا نعمل حاجات جديده وحاجات مفيده للولاد، وفي نفس الوقت نديهم فقرات فنيه تبقى ممتعه ليهم ولاولياء الامور. الحقيقه فكرنا ان احنا نعمل فقرات كتير، فجت فكره ان احنا نعمل لهم ورشه العمل، اخترنا مجموعه ورش عمل، فاخترنا منها ان احنا نتكلم عن الحضاره المصريه عشان نعمل الانتماء والوطنيه لدى الاطفال الصغيرين. احنا اول حاجه الورش اللي احنا عملناها النهارده فتحنا لها
التسجيل قبلها باسبوع بحيث ان الاطفال والاعضاء يبقى عندهم وقت كافي ان هم يسجلوا اسمائهم وان هم يكونوا معانا بيشتركوا في الورش. وابتدينا ان احنا نجمع الاعضاء النهارده يتفرجوا على الشو ويتفرجوا على العرايس ويشتركوا في الورش وان شاء الله يتبسطوا معانا. النهارده طبعا كان يوم حاجه كويسه جدا، لجنه الطفل بتعمل حاجه للطفل، بس الفكره ان النهارده كان عندنا يوم شويه صعب غير اي ايفنت تاني، لان النهارده نظرا ان احنا الظروف اللي احنا فيها فكان لازم يكون في اجراءات احترازيه ماشيين عليها. طبعا الطفل مش هنقدر نعمل عليه كنترول 100%، فكان لازم يبقى في كرو كامل شغال على الموضوع دوت. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا يعني بالتنظيم والمسؤولين في النادي طبعا هم يساعدونا، اولياء الامور كانوا متعاونين جدا معانا بشكل كبير ان الطفل بيسيبوه عارف ان هو في امان، عارف ان هيبقى فيه اجراءات معموله، فقدرنا ان احنا الحمد لله نمشي في اليوم بشكل كويس، والحمد لله قدرنا الى يعني حد كبير ان احنا نقدر نحافظ على المسافه والتباعد الموجودين. الاجراءات الاحترازيه كلها الحمد لله خدناها على قد ما نقدر طبقا لتوجيهات اداره النادي، والحمد لله يعني زي ما انتم شايفين كده الدنيا يعني كويسه الحمد لله. الحمد لله طبعا اعلنا على البيج الرسميه بتاعت النادي الاهلي، الاهلي كوميونيتي، على الايفنت، وكان في تنسيق مع ثلاث مكاتب العلاقات العامه في ثلاث فروع بخصوص تسجيل الاسامي للاطفال، والحمد لله تم التسجيل، وكان في اريحيه بالنسبه للاعضاء ان هم قدروا في اوقات مختلفه يسجلوا الاسامي، وزي ما انتم شايفين الحمد لله يعني بالتعاون مع الامن موجود هنا في فرع مدينه نصر قدرنا نسجل والدنيا كويسه واليوم ماشي كويس الحمد لله. هو يوم لطيف جدا. اول حاجه انا يعني جالي دعوه من لجنه الطفل قالوا لي احنا عايزين نقوي ونزود الثقافه العامه للاطفال، فانا كنت عندي برنامج اسمه تيدا مفيده حول العالم، ده بيتكلم عن الكالتشر والثقافه العامه حول العالم، فانا بنقل ثقافات العالم من خلال القصص والانشطه. النهارده حبينا ان احنا نبدا باليوم الفرعوني، وكانوا الاولاد مبسوطين جدا وحاسين ان هم بيعملوا انشطه مختلفه، كل واحد فيهم لبس ماسك مختلف عن التاني، وبداوا ان هم يلبسوا شخصيات فرعونيه، استخدموا الصلصال طين الاسواني وعرفوا ان هو من نهر النيل، عرفوا يعني ايه الرموز الفرعونيه زي مفتاح الحياه والجعران وحاجات كثيره جدا ليها علاقه بمصر زي علم مصر القديم وعلم مصر الجديد، فعرفوا معلومات كثيره جدا. حكينا قصه عن ايزيس واوزوريس وشافوا شكلهم، لان الولاد احيانا بيقولوا هو دول فراعنه او مصريين قدماء، لكن هم مش عارفين يفرقوا كل تمثال يعني بيدل على شخصيه مين. طبعا اتبسطت يعني، وانا بشكر النادي الاهلي جدا وتيتا مفيده، علمتني حاجات كتيره قوي عن مصر انا ما كنتش عارف اعرفها، ما كنتش مش عارفه اصلا انها موجوده في التاريخ بتاعنا، وكان ما شاء الله يوم مليء بالمرح والسعاده ولوننا وعملنا بفخار وعرفت حاجات كتير عن نهر النيل. انا بشكر النادي الاهلي جدا فعلا، وبشكر تيتا مفيده. النهارده عرفت حاجات كتير قوي عن الفراعنه ما كنتش عارفها قبل كده، ويعني كان النهارده يوم جميل وكان فيه انشطه حلوه قوي، واحب اشكر النادي الاهلي واشكر تيتا مفيده برضو. الحقيقه انشطه وفعاليات محترمه جدا ومهمه جدا دايما بتنظمها اللجان المختلفه في النادي الاهلي وانشطه لجنه الطفل. نروح بقى مع بعض للجنه الثقافيه، نشاط مهم جدا الحقيقه اللي هنتكلم عنه من خلال هذا الخبر هو فكره المكتبه المتنقله اللي راحت فروع النادي الاهلي في مدينه نصر والشيخ زايد وكانت محطتها الاخيره في مقر النادي الاهلي في الجزيره. تعالوا نشوف ونرجع نكمل.
احنا بنعمل مجموعه زي ما قلت لحضرتك، مجموعه من الانشطه المتنوعه، فيها حاجات تعليميه وحاجات تثقيفيه للاطفال وللشباب، لان دايما احنا بنرتبط بموضوع الكتاب. الكتاب عندنا شيء مهم جدا اساسي بالنسبه لنا، لان سيظل الكتاب هو المصدر الرئيسي للمعلومه. فاحنا لما بنعمل اي نشاط بنحاول نربط الكتاب بالنشاط، فده الحقيقه بيبقى ممتع جدا للولاد وبيبقى حاجه مفيده جدا للولاد. النهارده يمكن الايفنت ده اتكرر اكتر من مره في كل الفروع تقريبا عشان نوصل بيه لفرع الجزيره. المكتبه المتنوعه ليها دور مع الأطفال واللجنة الثقافية، أنا يعني بشكرهم جدا، عاملين شيء مهم وشيء مؤسس. المستوى ده أو السن ده محتاج تثقيف، يجي من خلال اللجنة الثقافية بشكل مبسط ليهم، يجي من خلال حاجة زي المكتبة المتنقلة أو حاجات تانية كتير لسه قدام هنشوفها مع بعض إن شاء الله. من خلال اللجنة الثقافية ليهم دور قوي جدا في إن هم يوعوا الأطفال ويوصلوا بقدراتهم الثقافية لأعلى مستوى إن شاء الله. يعني بنعمل ورش رسم، بنعمل ورش أشغال يدوية، بنعمل ورش علمية للأطفال، بنعمل حكي للأطفال، بنستعين تقريبا بكل كأن المكتبة بالضبط، كأن هو الطفل نفسه جه المكتبة تمتع بكل الخدمات اللي هو موجودة. بس الفكرة ان احنا بنوصل بخدماتنا في قلب المكان اللي احنا رايحين فيه. انا بقدم مبادرة كتابيديا، دي مبادرة لتشجيع الولاد على القراءة، قد ان الولد بعده شوية عن القراءة، فاحنا حابين نرجعهم تاني ان احنا لازم نقرأ كل يوم معلومة، لازم نعرف حاجة جديدة. بس طبعا كل ده بنربطه بشوية فعاليات، ان هو علشان ينمي برضو الحواس عنده، ان هو يعمل اشغال يدويه علشان يثبت الموضوع اكتر. يعني تخصصي اورجامي 3D، احنا بنعلم الاطفال ازاي يعرف يعمل اشكال ثلاثيه الابعاد، بننفذها في اشكال كبيره واشكال صغيره. طبعا معايا ورقه الاي 4 ليها مقاسات معينه وليها تطبيقه معينه للمثلث بتاعي اللي يطلع النتيجه بتاعتي، ازاي اعرف اعمل بيها الاشكال بتاعتي. بنعمل أشكال صغيرة وأشكال كبيرة، في منها مثلا الطاووس الهندي والطاووس المصري، البومة، القلب، كل الحاجات الأشكال المجسمة اللي انت اللي هي بتوجه لي اللي هي 3D، ان انا الاقي الشكل واضح معي. انا دلوقتي مسؤولة عن ورشتي الهاند كرافت اللي لها علاقة بالسنة الجديدة. انا بدأت عملت 3 ورش، كل ورشة مختلفة عن التانية، بس الموضوع الأساسي كان عن السنة الجديدة او النيو يير. النادي الأهلي دايما مهتم بأولاده، ودي حاجة جميلة إنه يعرف أطفال على القراءة وأهمية القراءة ومكتبة مهمة زي دي، فإحنا ما كناش نعرفها يعني، فهو النهاردة جه بيعرفها لنا وأماكنها فين وممكن نستفاد منها إزاي. طبعا الأهلي يعني نادينا الجميل لازم يجيب لنا حاجات حلوه يعني. دي حاجه كويسه جدا، النادي بصراحه كان ناقصه ان هو يعمل حاجه زي كده، بالرغم ان في مكتبه في النادي، بس النهارده يعني انشطه متميزه. مكتبه مصر العامه من المكتبات الكبيره في مصر، يمكن اكبر مكتبه موجوده في مصر بعد مكتبه اسكندريه طبعا، هي رقم واحد، وبعدين مكتبه مصر العامه. فشيء جميل انها تيجي بالمكتبه المتنقله بتاعتها، لانها عامله انشطه كتير جدا ما كانتش موجوده في النادي يعني، فده حاجه جميله قوي. طبعا حلو جدا، ويا ريت النادي يعمل لنا كل اسبوع حاجه زي كده، لان اطفالنا طبعا بتستفاد كتير قوي من الحاجات دي. بنبعدهم عن السوشيال ميديا، بنبعد الولاد عن افكار مثلا على التلفزيون على الانترنت، ان هم يتفرجوا على حاجات طبعا بتوقع مخهم خالص وبتاثر على مخهم بالسلب. لا طبعا يا ريت النادي يعمل لنا كل اسبوع حاجه زي كده للاطفال. كانت بالنسبه لي حاجه حلوه انه حاجه تحصل زي كده، وكانت اول مره اجرب حاجات زي كده، وتعلمت حاجات كتير عن الساين زي الفيزيكالز والكيميكالز كده، وتعلمت ان الحفيرات والحاجات اللي زي دي. حاجه جميله، واحنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعمل ازاي نعرف نعمل زراعه، وازاي نعرف ان احنا نعمل حاجات يدويه وحاجات زي كده. الحقيقه عجبني النشاط اللي هم عملوه في النادي الاهلي، بيعلمنا حاجات زي اتجرد الديناصورات وازاي نعمل مركبات وحاجات كتيره بالورق. كان فن قوي، وتعلمنا حاجات كتير، وطلعنا بره المود بتاع الكوفيد 19، السادنس والخوف وكده. وبدل ما كنا ماسكين الموبايلات والحاجات، بقينا نتعلم حاجات كرييتيف ونعرف حاجات، وبيساعدنا نعمل حاجات للسكول وكده.
يمكن شفنا ازاي الاطفال فعلا كانت مبسوطه. فكره كمان ان الاهتمام بالثقافه ده جزء كويس جدا. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده عن الشق الرياضي، لكن كمان فكره هنا الاهتمام بثقافه الطفل دي حاجه طبعا مهمه، وانك تشجع على القرايه الطفل ان هو يهتم بالقرايه من هو صغير كمان، لان انا بعتقد اللي بياخد على حاجه او بيتربى على حاجه من هو صغير بيكبر عليها. مش ممكن بعد مثلا ما يبقى عنده 15 سنه نبتدي نعلمه على فكره الرياضه مهمه، فكره الثقافه مهمه، ده مستحيل يعني. دي من وجهه نظري. لا، وفكره القراءه بصفه خاصه واحنا في زمن دلوقتي قلما تشوفي ما حد ماسك فيه حتى جورنال او الكتاب او ماسك روايه يقرا فيها. يعني الاجيال الجديده كلها بقت اجيال الكترونيه جدا، حتى القرايه اللي منهم بيحب القرايه ودي نسبه مش كبيره للاسف، هتلاقيه اللي هو الاي ريدنج الكترونيك ريدنج. لكن فكره المكتبه متنقله بتنقل لهم لغايه عندهم العلم والدنيا فيها ايه. طبعا الى جانب بقى طبعا كنت لسه بقول من شويه الحقيقه ان اللجان المختلفه في النادي الاهلي عاملين شغل زي الفل على كل الاصعده، رياضيا ثقافيا ترفيهيا توعويا، فالحقيقه 10 على 10 كالعاده. يعني مزيد من النجاحات ان شاء الله. ونروح بقى دلوقتي للطقس، وانا الله اعلم اشعر ان الجو رجع حر تاني. يعني احنا دكتور محمود كان قايل لنا ان من يوم 21 المفروض ان هيبدا فصل الشتاء، ومفروض ان هيكون في بقى يعني نوع من او عامل من العوامل اللي ياكد لنا كده او يحسسنا شويه ان خلاص الشتاء داخل، بس الجو حر. فتعالوا نشوف لسه بكره 21. طيب يعني تفتكر ممكن يحصل؟ اما نشوف ربنا يستر. 24 ساعه لسه، خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. إنه الفاصل يا حضرات. إنه الفاصل يا حضرات. هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا وأخبارنا مع حضراتكم. اتفضل. طيب نروح بقى لخبر في غاية الأهمية، ولازم إن احنا نكون كمان فخورين واحنا بنقوله، لأن الخبر ده مش بس كان يعني بيهم المصريين بس، لا ده الخبر ده هم العالم كله، الناس المهتمة بالرياضة كمال الأجسام تحديدا. بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السباعي الشهير ببيج رامي حقق إنجاز تاريخي مشرف، ده كان بعد فوزه ببطولة هنا ماستر أولمبيا 2020. هو استطاع إن هو يقتنص هذا اللقب من لاعب قبل كده فاز بيه 7 مرات. فبنتكلم ان حاجه يعني ما هياش حاجه بسيطه يا جماعه. 7 مرات قبل كده كان في بطل كبير حصل على هذا اللقب، لكن استطاع رامي، وهي طبعا خلينا نقول البطوله الاعلى في لعبه كمال الاجسام للمحترفين، فاستطاع ان هو يحصل على هذا اللقب، فاحنا اكيد لازم نكون فخورين بيه جدا. كان في حضور كبير جدا كمان من شخصيات يعني عامه ومشهوره، وخليني اقول لحضراتكم ناس كتيره جدا برضو بابليك فيجرز ورياضيين حول العالم هنئوا بيج رامي ابن محافظه كفر الشيخ والبطل اللي مشرفنا. خليني اقول لحضراتكم كده بعض المعلومات عنه. هو اصلا اول مصري زي ما احنا بنقول بيحصل على ماستر اولمبيا، وهو كان برضو دوله الكويت اهتمت بيه واهتمت ان هو كمان تتبناه رياضيا، لكن لما جه لعب اختار ان هو يلعب باسم مصر، ما اختارش ان هو يلعب باسم اي دوله تاني. فمثال حقيقي محترم جدا لرياضي مصري وطني لحد كبير طبعا، وكلنا بنفخر بيه. فمبروك عليك يا بيج رامي، ومبروك لينا جميعا بجد، نموذج جميل. نموذج جميل ومشرف وملهم ومعشوق على فكره كل الناس المهتمه بهذا الشان الرياضي والرياضه دي بالتحديد. كمال الاجسام يعتبر ايقونه للرياضه دي، وفي امريكا من الشخصيات اللي
الشهيرة جدا بيج رامي، يعني مضرب للأمثال، فدي بحد ذاتها برضو تخلينا نزداد فخرا بالفئة دي من المصريين. الترند امبارح أصلا أنا بقولك في مصر كان بيج رامي رقم واحد، وعالميا كان تقريبا رقم 5 أو 6، فحاجة كده يعني حاجة مش فاكرة بالظبط، بس في مصر كان رقم واحد، فيعني حاجة مشرفة فعلا، ألف مبروك. طيب نروح بقى بحضراتكم لخبر جديد، سيدات اليد في النادي الأهلي بيفوزوا على الشمس في الدوري، طبعا دوري كرة اليد لسيدات كرة اليد تحديدا من النادي الأهلي، تمكنوا من تحقيق الفوز على نظيرهم فريق الشمس بنتيجة 26-23، وده حصل في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين امبارح في ختام الدور الأول من منافسات بطولة الدوري. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت تألق لاعبات النادي الأهلي، وطبعا على رأسهن نصر عيد اللي كانت مرة من المرات مشرفانا في حلقة من حلقات البرنامج، وسندس حشانة وأمينة عاطف. وطبعا انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 12-12، كان نتيجة التعادل، ونجح النادي الأهلي في تقديم عرض قوي جدا في الشوط الثاني بفضل الدفاع المنظم وكمان الهجمات المرتدة السريعة على مرمى المنافس، وبالتالي حقق الفوز النادي الأهلي بنتيجة 26-23 ليواصل فريق سيدات اليد التربع على قمة جدول المسابقة بالعلامة الكاملة، لأنهم حققوا الفوز في كل المباريات في بطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة. أنا مش لاقية يعني، الحمد لله يا رب رياضة فيها إحنا مش ناجحين، يعني الحمد لله بجد لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي في أي رياضة كانت يعني أنت ناجح فيها وأنت بتفوز ببطولات، والحمد لله فكرة كمان إن التوقف اللي حصل في بداية السنة ربما بعض الفرق وبعض النوادي تأثرت، لكن نادي الأهلي بالعكس يعني لو انت لاحظت بالعكس النتيجه كانت ايجابيه جدا، ده بفضل ربنا بفضل التعب طبعا من المدربين بفضل اللعيبه اللي موجودين عندنا اللي بينتموا لهذا الكيان الكبير، فحاجه مشرفه جدا بجد، كل التوفيق لكل الرياضات والابطال الموجودين عندنا فرق المختلفه والرياضات المختلفه بجد. نروح بقى نتابع مع حضراتكم اخر المستجدات واخر اخبار فرق وانشطه لجان النادي الاهلي مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي وتفضلي احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، يعني انا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار والاجواء المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي. يعني خلينا نبتدي اول بالاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وانشطه اللجان. يعني امس كان في اجتماع للجنه العليا للجان برئاسه المهندس وليد مبروك متولي. المهندس وليد يعني اجتمع مع اعضاء اللجنه امبارح الساعه 1 الظهر بمقر النادي الاهلي جزيرة لمناقشة بعض الأمور وخطة الأعمال للسنة الجاية. يعني الاجتماع كان فيه استماع لبعض الآراء والاقتراحات اللي قالها أعضاء اللجنة يعني بخصوص خطة الأعمال للسنة الجاية، يعني عشان يستقروا خلاص بقى على البرنامج الأعمال للسنة الجاية قبل ما يعرضوها على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كمان اللجنة العليا هي طلبت من يعني رؤساء اللجان، يعني في 7 لجان هنا في النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين، لجنة الطفل، لجنة المرأة، لجنة الشباب، الرواد، الثقافية عفوا، ولجنه الاحتياجات الخاصه، ويعني اخيرا لجنه النشاط الترفيهي والرياضي. كل اللجان دي كل رئيس لجنه المفروض ان هو يقدم تقرير بكل الاعمال والانشطه اللي قدموها لاعضاء النادي الاهلي في جميع فروع النادي قبل نهايه العام، المفروض يقدموها للجنه العليا للجان. كمان اللجان النادي الاهلي يعني خلاص بيختموا بقى نشاطهم داخل فروع النادي الاهلي بيوم للاطفال، وهو يوم تعريفي للكشافه والمرشدات، ده هيكون من تنظيم لجنه الطفل برئاسه الاستاذه نداء داوود. المهرجان هيكون يوم الجمعه ان شاء الله يوم 25 ديسمبر في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وده هيكون تحديدا يعني مكانه في ملاعب الخماسيه من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 5 مساء، وهو هيكون يعني بحضور الفريق الكشافي وابناء النادي الاهلي عشان يعني يعلموا الاطفال ايه هو الكشافه وتعليم الصيحات والربطات والعصيان، وهيكون في العاب يعني صغيره للاطفال، يعني كل ده هيكون موجود ان شاء الله يوم الجمعه في المهرجان. فبقول لاعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يسجل بيانات أبنائه يعني من سن 7 سنين حتى 13 سنة يسجل البيانات كلها في مكتب العلاقات العامة في فروع النادي الأهلي الثلاثة عشان يقدر أنه يكون موجود في المهرجان يوم الجمعة بإذن الله. بالنسبة بقى لأخبار الفريق الأول لكرة القدم، بعثت النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله الساعة 2 هتتجه للنايجر استعدادا لمواجهة سوني ديب في مباراة الذهاب من الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعني المباراة هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء
في تمام الساعه 4 مساء. ويعني طبعا بنتمنى التوفيق والفوز لفريقنا فريق النادي الاهلي في اول مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان خلينا نطمن جماهير النادي الاهلي على لاعبنا عمرو السوليه. عمرو السوليه يمكن شعر ببعض الالام في اثناء عمليه الاحماء قبل مواجهه غزل المحله، ويعني الجهاز الفني قرر عدم مجازفه بعمرو السوليه في المباراه، وقرروا ان هم يعني يريحوه. ويعني بالفعل قبل انطلاق المران امس يعني عمرو السوليه خضع لفحص طبي للتاكد من الاصابه، والاصابه هي عباره عن يعني كدمه في القدم، لكن ده يعني ما منعش عمرو السوليه ان هو يكون متواجد مع قائمه الفريق اللي هتتجه ان شاء الله للنيجر استعدادا لمواجهه سوني ديب. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه والنشاط الرياضي، وهبتدي بالاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. سله يعني سيدات النهارده ان شاء الله هيواجهوا سموحه في مباراة نصف نهائي من بطولة دوري المرتبط النهارده ان شاء الله الساعة 6 النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. وده طبعا بعد ما يعني سيدات النادي الاهلي الفريق الاول وفريق 16 سنه تغلبوا على نادي الجزيره في مباراه الذهاب والاياب. فالنهارده ان شاء الله المباراه 16 سنه هتكون الساعه 4 ومباراه الفريق الاول النهارده هتكون الساعه 6. بالنسبه بقى للفريق الاول لكره السله رجال بقياده كابتن اشرف توفيق، بالفعل تاهلوا امس لمباراه نصف نهائي من بطوله الدوري المرتبط. النادي الاهلي هيواجه سبورتنج يوم الاربعاء 23 ديسمبر. المباراه هتكون يعني مساء يوم الاربعاء على استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. وبرده يعني بعد ما الفريق الاول وفريق 16 سنه تغلبوا على نادي الزمالك في مباراه الاياب والذهاب، لكن يعني في مباراه الاياب بالنسبه للفريق الاول نادي الزمالك يعني تفوق على نادي الاهلي امس، لكن ده يعني ما اثرش على نتيجه النادي الاهلي ان هو تاهل لنصف نهائي من بطوله الدوري المرتبط. كمان سيدات النادي الاهلي متصدرات الدوري امس يعني فازوا على نادي الشمس بنتيجه 26-23، وده كان ضمن منافسات بطوله الدوري، ودي تعتبر يعني خطوة مهمة وكبيرة لسيدات النادي الأهلي في مشوارهم ورحلتهم لاستعادة يعني ان هم يتوجوا تاني بلقب بطولة الدوري من جديد السنة دي ان شاء الله. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه والالعاب الفرديه، يعني نجم النادي الاهلي مصطفى عسل نجم السكواد يعني المصنف ال 14 على العالم حقق المركز الثالث في بطوله بلاك بول. بطوله بلاك بول يعني اللي اقيمت من يوم 13 حتى يوم 18 ديسمبر، واللي شارك فيها 32 لاعب. مصطفى عسل يعني قدر ان هو يحقق نتائج هايله وكان اداء مشرف جدا، قدر بيه ان هو يتغلب على بعض والعديد من اللاعبين الكبار في بطوله بلاك بول. يعني زي ما انت شايف يا كريم النادي الاهلي يعني الفتره الحاليه في حاله من الانتصارات والبطولات، يعني مش بس في كره القدم لكن كمان في بقيه الفرق الرياضيه سواء كان السله يد طايره او حتى الالعاب الفرديه. يعني يا رب ان شاء الله دايما النادي الاهلي في الصداره ودايما يعني في سلسله انتصارات وبطولات ودايما رقم واحد مش بس في كره القدم لكن كمان في باقي الفرق الرياضيه الاخرى. والان العوده للاستوديو مره اخرى، كلمه ليك يا كريم تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه ساره حامد مرسله قناه النادي الاهلي. ودي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، هي الانتصارات عايزه ايه مننا؟ مش كده يعني يا جماعه. شكرا ليك يا ساره. ونروح بقى لزميلتنا نوران طمان ونعرف كده منها برده اخر الاخبار، ويمكن الموضوع الابرز برضو امبارح وصول بعثه منتخب الشباب طبعا بقياده كابتن ربيع ياسين، واللي كانوا دلوقتي مفروض ان هم في العزل في فندق العزل، وكمان هيكون في مسحه حسب معلوماتي لكابتن ربيع عشان يطمنوا على حالته. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر من زميلتنا العزيزه نوران طمان. نوران بنصبح عليكي في البدايه، صباح الخير. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية. وفعلا يا نهاوند معانا طبعا خبر إجراء كابتن ربيع ياسين للمسحة الطبية، يمكن ده أول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. ربيع ياسين يخضع لمسحة داخل الحجر الصحي بعد عودة منتخب الشباب من تونس. خضع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لمسحة للاطمئنان على آخر مستجدات قائد المنتخب فيما يخص إصابته بكوفيد 19. كمان يمكن البعثة كلها وصلت لمطار القاهرة مساء أمس بعد ظروف يعني غير مواتية للبعثة في تونس، وما شاركوش
زي ما احنا عارفين في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021. البعثة كان طبعا يعني رجعت على متن طائرة مجهزة طبيا بشكل كامل. طبعا في عدد من اللاعبين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، وبالتالي لم يشاركوا في البطولة اللي كان مقرر أنهم يشاركوا فيها في الأيام الماضية. نروح بقى لأهم وأبرز مبارياتنا اليوم. النهاردة في الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي، برايتون وتشيفيلد يونايتد الساعة 2 ظهرا، وتوتنهام وليستر سيتي الساعة 4 وربع، ومانشستر يونايتد الساعة 6:30، وليدز يونايتد والساعة 9 وربع، ويست بروميتش أمام أستون فيلا. اما بقى من الجوله 14 ايضا في الدوري الاسباني، فسيلتا فيجو هيواجه ديبورتيفو الافيس الساعه 3 عصرا، وغرناطه هيواجه ريال بيتيس الساعه 5 وربع، والساعه 7:30 قادش هيواجه ختافي، واخيرا الساعه 10 ريال مدريد هيواجه ايبار. وبقى من موقع سكاي نيوز، ويمكن يعني ظروف غير إيجابية موجود فيها نجمنا المصري محمد صلاح في ليفربول، ويمكن بيعيش حالة مش هي الأفضل ليه مع مدير الفني الألماني يورجن كلوب. معانا خبر من سكاي نيوز وأول رد فعل لكلوب على تصريحات صلاح بشأن الالتحاق بالليجا. كان نجمنا المصري محمد صلاح أجرى حوار مع آس الأسبانية، وكان في بعض يعني ناس صنفته هجوم على المدير الفني، وناس يعني شافت أنه في تصريحات غامضة للنجم المصري، خاصة بشأن اللي قال فيها أنه يشعر بخيبة أمل بعد ما تم حرمانه من حمل شارة القائد في مباراة ميتلاند الأخيرة للفريق، وقال أنه كان أحق بحمل الشارة في المباراة دي، وأنه يشعر بخيبة أمل تجاه قرار المدير الفني، ولكن قال أنه في النهاية المدير الفني هو يعني صاحب الرأي الأول والأخير. كمان بسؤاله عن التحاقه بالدوري الأسباني قال إن برشلونة قال إن برشلونة وريال مدريد أندية قمة، وإنه الالتحاق بالدوري الأسباني شرف لأي لاعب، ولكن طبعا نجمنا المصري قال إنه في النهاية القرار قرار نادي ليفربول، سواء كان باستمراره في ضمن صفوف الفريق أو الرحيل في الأيام المقبلة. يورجن كلوب بقى رد على تصريحات محمد صلاح وقال إنه يمكن قال ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي. أكد أنه الألماني على أنه يعني لازال بيدعم وبيحب نجمنا المصري، وطبعا هو أحد أهم أعمدة الفريق في الفترة الحالية. ولكن مشاركة نجمنا المصري امبارح أمام كريستال بالاس في المباراة اللي أقيمت واللي اكتسح فيها ليفربول بسباعية نظيفة، كان جاءت مشاركة محمد صلاح كبديل وليس أساسي، وده يمكن يعني ده بيفسر الأزمة اللي ما بينه وما بين المدير الفني، أو هكذا قالت وسائل الإعلام. ولكن المدير الفني في رده قال أنه كان محتاج يشوف ليفربول في تشكيل جديد ومختلف في بعض المباريات. ومن موقع كورة، رئيس الاتحاد السكندري سيسي مستمر لنهاية الموسم. أكد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على استمرار لاعبه المعار من قبل نادي الزمالك عبد رزاق سيسي لاعب الفريق في الأيام المقبلة. وقال مصلحي في تصريحات خاصة لموقع كورة، سيسي مستمر مع الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الحالي، وأنه إدارة الاتحاد السكندري بتدرس أنها تتواصل مع إدارة نادي الزمالك للظفر بخدمات اللاعب بشكل كامل ونهائي. ومن موقع اليوم السابع أيضا، بيرلو يوفنتوس كانت لديه رغبة قوية في استعادة الانتصارات سريعا. قال أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أنه سعيد جدا بالانتصار الأخير اللي حققه فريقه على فريق بارما برباعية نظيفة، وده طبعا كان في مباراة أقيمت أمس. المدير الفني شاف أنه قال أنه التشكيل الفني للمباراة وأداء اللاعبين كان على يعني أحسن وجه في تصريحات للمدير الفني بعد المباراة. أما بقى عن حزن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال أنه سعيد أنه لديه نجم بحجم كريستيانو رونالدو، يحزن على فقدان يعني ضربات الجزاء أو الفرص الضائعة. طبعا ده بعد ما رونالدو يعني أهدر ركلة جزاء أمام أتلانتا في المباراة الماضية.
دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. معاك هيبقى صعب جدا جدا يا نورهان على التغطيه الاكثر من رائعه. شكرا ليكي. دي كانت تغطيتنا الخاصة بأخبار النادي الأهلي والأخبار في الصحف والمواقع المختلفة محليا طبعا وعالميا. هنروح بقى فاصل وهنرجع دلوقتي بعد الفاصل هتكون معنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى معنا كابتن حسين شكري مدير الفني لفريق ناشئين الأهلي مواليد 2007، والفقرة الأخيرة معنا الأستاذ محمد صادق واللي هيكلمنا عن النوستالجيا ونرجع معاه كده بالذكريات والفيديوهات والصور. فاصل ونرجع نكمل. وزي اي ولد صغير بنبدا زي ما حضرتك عارف في الشارع والمدرسه وكده. رحت تقريبا نادي ترسانه وكان عندي تقريبا 14 سنه او 15 سنه. كانت تجربه يعني، فالحمد لله وفقت في الامور مشيت معايا يعني بسرعه شويه، لان لعبت نادي ترسانه بعدها شهرين منتخب المنطقه، كان منتخب الجيزه. أوكي. فزنا بالبطوله بتاعت منتخب الجيزه، كان في تحضير لمنتخب ناشئين تحت 16 سنه، رحت منتخب 16 سنه الله مع الله. كابتن سيد طباخ لعبنا تصفيات كاس عالم. بدات اتدرج بقى بعد كده منتخب 18 سنه مع كابتن جمال عبد الله، وكان اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طب لو الاسم طار يعني هنفتكر حضرتك ده كابتن حمد الشرقاوي رحمه الله عليه. الله يحفظه طبعا. وهو وكابتن جمال عبد الله رحنا اليابان، كان في بطوله هناك. الله يتدربت من الشوارع للعالميه على طول يعني. الامور كانت الحمد لله رب العالمين كانت سريعه يعني. الاحداث بالنسبه لي في السن الصغير كانت سريعه يعني. جميل. وكان من ضمنها طبعا كمان بعد منتخب 16 سنه ان كنت كان المفروض ان انا اروح النادي الاهلي، بس كابتن مصطفى طبعا يعني قال لي لا او ناديك واحنا اللي مربينا الكلام ده كله، فما كانت الامور يعني ما بقتش. بس طبعا لما بس ربنا بيكون كاتب لك حاجه بالفعل. طبعا بعدها ب 10 سنين كواليس الانتقال بقى بعد 10 سنين كانت عامله ازاي؟ اول مكالمه جات لك، اول خبر وصل لك؟ هو ناس كتير ما تعرفش ان انا من الناس اللي كابتن رحمه الله عليه كابتن صالح هو اللي كان رشحني ودي كانت من النوادر ان كابتن صالح يرشح حد ان هو يروح الفريق الاول او يجي النادي. حلو جدا. حلو جدا. لان كان في مباراه وديه كان بين الترسانه والنادي الاهلي، كانت في رمضان بالليل. وكان المفروض ان كابتن محمد عماره كان رايح المانيا وانا كنت بلعب باك ليفت. اوكي. فكان هم بيدوروا على حد يلعب مكان المركز ده. مكان عماره عشان هو مسافر وكده. ف رحت الحمد لله يعني الدنيا مشيت والكلام ده كله، بس ما للاسف ما لعبتش باك ليفت خالص في النادي الاهلي. حضرتك لعبت مدافع. لعبت لعبت سيرد باك ولعبت باك رايت، بس ما لعبتش اللي هو المكان اللي انا كنت ليه بقى ليه بقى يعني ايه اللي حصل؟ الاحداث والظروف ما كان ساعتها مستر سوبل ما لعبتش باك ليفت خالص. فلعبت سيرد باك ولعبت باك رايت يعني. والاستمراريه فضلت لغايه امتى تحديدا؟ وكواليس بقى حضرتك يعني مشيت في النادي الاهلي، كانت الفتره ديت كانت فتره مش عايز اقول صعبه للنادي الاهلي، بس كانت فتره احلال وتبديل. كان مشي كان كابتن شوبير كان اعتزل، كابتن مجدي طلبه كان مشي، فيليكس مشي، كان في مجموعه كبيره جدا من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ساعتها كان واخد 6 سنين دوري. اوكي. فكان في عمليه احلال وتبديل، كان لسه سيد عبد الحفيظ كان طالع وبلال وابراهيم سعيد ومحمد جوده كانوا لسه ناشئين صغيرين وطالعين. فكان في فكره بين كابتن ثابت رحمه الله عليه ومستر سوبل مع الاداره ان هم يعني بقى لهم 6 سنين بياخدوا دوري، فعايزين يعملوا احلال وتبديل. الولاد الصغيرين اللي كانوا طالعين كانوا مبشرين ان هم وقالوا ان هم يبقى عندهم جيل ياخد الدوري تقريبا حوالي 10 سنين. فكانت دي الفكره ساعتها يعني. حلو. هي جمله الولاد الصغيرين دي بقى تاخدنا لفكره الناشئين واهميه القطاع ده. صحيح. التدريب ازاي في البدايه كده حضرتك التحقت بفكره التدريب هنا الناشئين 2007 تحديدا؟ الناشئين هي قبلها ليها تبعيه، لان انا دخلت الاول الاكاديميه. تمام. اتدربت في الاكاديميه حوالي 3 سنين او 4 سنين في الاكاديميه، بعد كده دخلت القطاع من حوالي 3 سنين مع كابتن فتحي. كان كابتن فتحي مبروك هو اللي كان موجود، مسكت الولاد اللي هم مواليد 2009. عملنا الحمد لله رب العالمين جيل كويس. وبعدين انا يعني قعدت 3 سنين الولاد اللي هم بيخشوا اصغر سن اللي هو بيبقى تقريبا 9 سنين او 10 سنين دول اللي بيخشوا النادي الاهلي، يعني بيبقوا من بره النادي او مثلا من الاكاديميه او من اللي هم السنه التحضيري، لان النادي الاهلي بيعمل سنه تحضيري او سنتين تحضيري قبل ما بيخشوا المهرجانات بتاعه البراعم ان هم يبقى لهم مسابقه. التحضيري ده بيكون في الاكاديميه؟ لا، التحضيري ده يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، السنه دي في مثلا 2011 اللي هم بدايه
المسابقات بتاعه المهرجانات ان هم يلعبوا مسابقه بتاعه المهرجان. قبلها بيبقى في سن اللي هو مثلا هنقول عليه 2012 او 2013. النادي الاهلي بيحضر سنه او سنتين على ما تيجي اللي هي اللي هو الدور عليهم يبقى ليهم مسابقه. واخد حضرتك ازاي؟ هي فكره قطاع الناشئين عموما وتحسه كده وكانه معمل تفريخ. بالظبط بالظبط. يعني مصنع لانتاج ابطال مستقبليين. وكمان كمان السن اللي انا اخدته اللي هم التسعه والعشره والحداشر اللي هم الثلاث سنين اللي خدتهم ورا بعض دول بيبقوا اصعب سن لان انت بتبقى جايب ولد لسه خامه بالموهبه مثلا الفطره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وانت بتاخده بتبدا توظف تشكله بقى تشكل وتعلم وتنظم. وبعدين الموضوع مش الموضوع مش كوره بس كمان. هل انت اخلاقيات النادي الاهلي ايه؟ اسلوب النادي الاهلي ايه؟ نظام النادي الاهلي ايه؟ كل ده بيتزرع فيه من كل ده من هو صغير لازم تديله الحاجات دي كلها تعرفه كمان قيمه المكان اللي هو فيه ايه. طيب كابتن حسين السن ده بيبقى سن لسه صغيرين جدا ويمكن كمان المهاره ما اتشكلتش يعني الى حد كبير. ازاي حضراتكم بتقدروا برضو تختاروا اللي عنده موهبه من اللي لا شايف ان مش هيكون قدام مثلا يقدر ان هو يلتحق بفريق بعد كده ناشئين النادي الاهلي؟ يعني فكره هنا الاختيار لسه وهم صغيرين قوي مش ممكن يكون فيها الى حد ما برضو ممكن ظلم في الاختيار ولا في معايير معينه تم الاختيار على اساسها؟ الموضوع بيبقى صعب جدا طبعا لان هو ليه مقاييس كتيره كمان. انت ممكن ولد انت بتتوسمي فيه ان هو بعدين هيبقى حاجه كويسه مع الشغل ومع التمرين ومع الاعداد اللي انت بتديهوله انت بتبص عليه بعدين وممكن يكون ما بيلعبش دلوقتي بس بعدين هيلعب او هو هيجي بس بعدين بيبان طبعا في اللي هي مقاومات طبعا يعني في حاجات صغيره طبعا عشان احنا يعني مش عايز اقول محترفين او شغلانتنا او مهنتنا فبتبقى يعني النظره بتاعتنا بتبقى الحمد لله بشكل كبير جدا بتبقى صح يعني. اوكي. فاولا واخيرا في حته الظلم او الكلام ده كله مفيش حد هيجي على ابنه وهيقول ان انا ابني وحش يعني كل الناس بتقول ان هي اولادها كويسه والكلام ده كله. العامل ان انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيظلمش حد، النادي الاهلي لازم يخش افضل عنصر في النادي الاهلي. المرحله دي بالذات مرحله تعليميه، لازم الناس كلها تفهم ان المرحله دي مرحله تعليميه. يعني ايه مرحله تعليميه؟ ده كي جي 1 بتاع المدرسه. كي جي 1 انا بهيئ الولد عشان هيخش يبدا الدراسه. فبهيئه الاول واعلمه اساسيات، بعلمه حاجات كتيره جدا علشان لما يخش يبدا ياخد المراحل بتاعته اللي هي التدريجيه في المستوى بتاع الناشئين. في ناس بتبقى مستعجله بس شويه. ما دي بقى النقطه اللي كنت عايز اقول لك عليها، انت اكيد لامس ده بشكل كبير جدا كتير جدا على رايك فعلا من الاهالي ومن اولياء الامور. هم يعني حتى اللي منهم ما يعرفش تفاصيل عالم كره القدم بس عارف ان اللعيبه دول نجوميه وشهره ومجد وانتقالات واعارات وارقام كبيره جدا في بعض الاحيان. فده بيشكل ضغط من الاهالي على اولادهم. بالظبط. كمان. بالظبط. فاكيد انت لابس التفصيله دي كلها. لا هي من اصعب الحاجات ان انت لما بتقابل اولياء امور ما بيبقاش مدرك او 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 بشكل كبير بيبقى متعاون معاه، لازم هو يبقى متعاون لان احنا شغلنا المفروض ان هو مرتبط ببعضه. يعني في يعني اولياء امور بتعمل ضغط على الولاد بشكل رهيب ان هو بيحاسبه بالتمرينه، يعني مثلا ابنه مثلا جه النهارده وحش، فانت بتلاقيه بيعنف مثلا ابنه بشكل كبير قوي. لا هي الموضوع مش كده. بتتكلم معاهم بقى لما بتشوف طبعًا حاجه زي كده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، قبل ما انا عن نفسي يعني لما باجي اشتغل مع السن الصغير ده قبل ما بشتغل وقبل ما اعمل اي حاجه لازم يبقى في علاقه بينك وبين الولاد. اكيد طبعا. لازم علاقه كويسه ان هو لازم الولد يحبك الاول عشان بعد كده يتقبل منك اي حاجه تانية بعد كده. صحيح. لان هيجي عليك وقت ان انت ممكن هو يسمع كلامك ما يسمعش كلام بابا ومامته. خلاص العلاقه دي لازم العلاقه دي قبل الشغل وقبل اي حاجه لازم العلاقه بينك وبين الولد تعملها الاول عشان بعد كده يتقبل منك بقى بقيه الشغل وبقيه الحاجات دي كلها. لو انت هتقصوا عليه شويه لان في ولاد مثلا ممكن يبقى مش هنقول بيتدلع شويه بتاع مستهتر. لا لازم تعرف انت عارف السن الصغير ده بالظبط شقي شويه بتاع الكلام ده كله. انت عارف السن الصغير ده واحد خد دور واحد واحد شد واحد من ودنه الحاجات اللي هي اللطيفه اللذيذه دي بتاعت الولاد الصغيره دي فانت لازم تبقى متقبلها. يعني الحاجات دي ما بتحصلش مع الكبار ابدا سواء يعني في الملعب مش كده طبعا. لا كمان مع الولاد الصغيرين بتبقى ألذ. اكيد. واخد بقى حضرتك ازاي؟ لانها بتبقى انت لازم تبقى صبور بدرجه كبيره جدا وانت عارف تنزل بقى انت بقى اللي هو اللي انت لازم تنزل للسن دوت وانت صغير كنت تعمل الحاجات دي ولا ما تعملهاش؟ أوكي. يبقى انت زي ما كنت انت تعملها لازم تتقبلها من الولد الصغير بس ما يبقاش فيها يعني تجاوز بشكل يعني. كبير ان هي الدنيا تبوظ يعني. طيب هسال حضرتك بقى السؤال يعني خاص بفكره هنا الاختيار، خلاص انتوا دلوقتي المفروض بتختاروا وفي ناس اكيد مش هيكملوا،
دي اعتقد لحظه يعني مش بس صعبه على الاطفال دول او الناشئين دول، هم هي صعبه على حضراتكم كمان كمديرين فنيين، لان انتوا اكيد بتبقوا شعارين بالشعور اللي هم حاسينهم. فكره هنا ان انت تقول له انت مش تنفع تكمل معانا، فدي بقى ممكن تحكيها لنا، ولو في كواليس ولو في قصه برضو حضرتك مريت بيها ولحد دلوقتي فاكر مثلا او شعرت شويه بذنب وقتها. لا بص هقول لحضرتك حاجه، عشان انا اشعر بذنب هبقى انا ظلام اختياري. لا انا ما بشعرش بذنب، لا من الناحيه الانسانيه بس أنا, انا 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 اب واولادي بيلعبوا، يعني انا عندي يوسف في الـ في الـ في الـ في الـ في نادي ترسانه مواليد 2000 وما بتدخلوش على فكره، وعندي احمد برضو بيمارس، يعني كان قاعد فتره برضو في نادي ترسانه شويه عشان جنب البيت وكده، وساعات بيروح اكاديميات والكلام ده كله. ف انا لما بتعامل كمهني وفي نفس الوقت بحط برضو ان انا اب تمام في القصه دي. هي الامور بتبقى صعبه جدا، بس هي لازم الناس برضو لازم تعرف ان اولا واخيرا اللي يفصل بيني وبينك ضميري المهني وربنا سبحانه وتعالى، ده لازم يبقى موجود. صحيح. ما يبقاش فيه الاختيارات لاي اغراض تانية او لاي شيء تاني. لازم الناس تبقى فاهمه القصه دي. الامور بتبقى صعبه على اولياء الامور، بس هما لازم يفهموا حاجه ان انت ممكن ما توفقش النهارده تروح في مكان تاني. انت معلش احنا في النادي الاهلي انت اعلى ليفل في القطاع كله. صح. اعلى حاجه انت بتاخد، انت في النادي الاهلي بتاخد افضل حاجه واحسن حاجه. انت ممكن ما توفقش في النادي الاهلي، بس ممكن تروح مكان تاني وتبقى مميز فيه، مش هقول ان انت تلعب فيه، تبقى مميز فيه. وفكره الانضمام للنادي الاهلي ده لازم يبقى فيه معايير برضو معينه، فيعني بالظبط. فهو هي القصه كلها زي ما قلت لحضرتك في السن الصغير كمان شويه، هي مرحله تعليميه. انت ممكن النهارده الولد في السن ده بالذات كمان لازم الناس تبقى عارفه كويس جدا ان مع الشغل المعين، في شغل ليهم هم شغل معين بياخدوه، بعد شهرين بعد ثلاثة بعد اربع شهور الولد بيختلف مستواه من حاجه لحاجه تانية خالص. اكيد. فهو لازم يبقى يعني متفهم دي، وعنده صبر كمان. لازم وعنده صبر، لازم الصبر. طيب. لازم زي ما حضرتك بتصبر على ابنك ان هو، معلش انا دايما بقول المثل ده، ان انت لو ابنك اول يوم راح المدرسه ومسك القلم غلط والمدرس قال له انت مسكت القلم غلط، انت مش هتعرف تكتب، انت ما تعرفش تتعلم، محدش هيتعلم. طبعا. انت بتجيبه وبتقول له لا القلم بدل ما يتمسك كده بيتمسك كده، بيتعمل كده، بتاخده بتحطمه بدل ما تبنيه. طيب. فالحاجات دي نفس القصه في الكوره. طيب انا هستاذنك بس نحن ايه، عشان بيقولوا لنا الزملاء في الكنترول لازم نطلع فاصل، فهو فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. لسه مكملين مع كابتن حسين شكري المدير الفني لفريق ناشئين الاهلي مواليد 2007. كنا بنساله انا وكريم قبل الفاصل دلوقتي ازاي بيتم بقى تبليغ الاطفال دول او الشباب الصغير دول ان هم مش مكملين في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، فخلينا نروح للنقطه دي كابتن حسين. وحضرتك في الفاصل كنت قلت لنا الاداريين بقى هم اللي بيتولوا الموضوع ده، لان هي حساسه شويه او صعبه يعني. بنبقى بعيد بقى في القصه دي عشان ما يبقاش في مش عايزين نقول صدام، ما يبقاش في كلام بيننا وبين اولياء الامور. يعني ما احنا كمان النادي الاهلي او كابتن خالد كمان بياكد على الموضوع دوت دايما، ان مفيش تعامل المدرب مع ولي الامر. لازم تفصل الموضوع دوت، لازم تفصل لو في اي استفسار، لو في اي حاجه بيبقى عن طريق كابتن خالد او عن طريق الاداريين. فبيفصل المدربين عن التعامل مع ولي الامور، وده شيء بيبقى مريح جميع الاطراف وبالاخص كويس. المدربين يعني كويس. فاحنا لما بيبقى عندنا في جزئين في الحته اللي حضرتك بتتكلمي فيها ديت، في جزء بيبقى في الاختبارات، لان بس هي اتلغت السنه دي طبعا عشان الظروف بتاعه الكورونا وكده، بيبقى واحنا قاعدين الولاد اللي هم احنا بنختارهم بياخدوا ورقه مثلا بياخدوا معاد تاني، الولاد اللي هم كده بيبقوا خلاص مشوا. لو في بقى زي مثلا ولاد عندنا مثلا في 2007 او حاجه زي كده، لما بنيجي على 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 مجموعه جديده او لعيبه جديده او الكلام ده كله، لما بنشوف بعد فتره طبعا بنشوفهم كويس والكلام ده كله، بنقيس المقاييس بتاعتنا والكلام ده كله، بنبلغ بقى الاداريين هم ان هم كويس يدوهم بقى وبتعدي يدوهم الخبر بقى اللي هو صدمه. طب احنا عايزين حضرتك برضو تكلمنا اكتر عن فريق الناشئين اللي انت متولي مسؤوليه تدريبه، الناشئين النادي الاهلي مواليد 2007، الى اي درجه هم واعدين؟ الى اي درجه انت لامح كده ان في منهم كام واحد ممكن ان شاء الله يعني يقلبوا الدنيا لما يكبروا ويوصلوا لمرحله الفريق الاول لكره القدم؟ 2007 السنه دي زي ما كنت بتكلم مع حضرتك برده، معلش هو بقى نصيبي انا دايما بياخد اللي هو الحاجه اللي هي بتبقى صعبه شويه. هم اول سنه يلعبوا 11، اول سنه يلعبوا 11 بمعنى ان هم يلعبوا الملعب كامل. أوكي. يعني قبل كده هي بتبقى تدريج نص ملعب مثلا، بيبقى نص ملعب ومن 18 لل 18. دي اول سنه ليهم ان هم يلعبوا الملعب كامل واوفسايد بقى والحاجات دي كلها. ف
بتحاول ان انت على قد ما تقدر ان انت يبقى في نظام، يبقى في سيستم، بتخش المنظومه اللي هي بتاعه النادي الاهلي، لازم يبقى في شكل معين بيلعب، بتهيئ الولد ان ازاي الروح بتاعه البطوله، ان انت رغم ان هي برده 2007 محسوبه لسه على الـ على الـ على البراعم، لا على البراعم، ملهاش ملهاش نتائج والحاجات دي كلها، بس ده بيبقى اول الطريق او اول السلم بتاع الولد نفسه على الطريق الصحيح ان هو بعد كده هيخش القطاع ويبدا مرحله ان هو يكمل ان شاء الله باذن الله في الكوره. طب على صعيد الحرفنه بصفه خاصه، يعني هل فعلا يعني هل في عناصر حريفه في السن ده؟ في طبعا، النادي الاهلي على فكره مليان مواهب، يعني لو حد يجي عايز مثلا او الكلام ده كله عن الحاجات بقى اللي هي انت ممكن تلاقي ولد صغير عنده 9 سنين كده 10 سنين يعني تقول سبحان الله هو بيتحكم في الكره دي ازاي او اتعلم ده ازاي، اللي هي بقى الموهبه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هي قصة كلها ان انت بقى المراحل، ان انت تصقل الموهبه دي ازاي وتمشي بقى بيها ازاي الكلام ده كله. لا في طبعا في النادي الاهلي ما شاء الله يعني ده كنز كبير يعني. جميل. في النادي الاهلي على جميع المراحل السنيه هو ده يطمنا على اللي جاي ان شاء الله. لا ان شاء الله بامر الله. واقول لحضرتك حاجه، والناس كلها الاهلاويه يطمنوا جدا، ان النادي الاهلي يعني ما شاء الله عمران بالمواهب، بالناس اللي هي تقدر ان هي تشيل الرايه زي ما بيقولوا، ان هي تكمل. ما فيش خوف على النادي الاهلي في الموضوع بتاع القطاع بتاع الناشئين ده خالص. وفكره كمان كابتن حسين ان يتم الاعتماد عليهم، ومؤخرا شاركوا في مباريات كبيره مع موسيماني، فيمكن دي خطوه جيده الى حد كبير. كمان بنتكلم عن قطاع الناشئين في العموم، فبرضه ازاي حضرتك شايف ده ازاي بينعكس على اللعيبه نفسيا كمان؟ ما هو حضرتك لو زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي، ان احنا زي ما احنا بنشوف كلنا او قاريين ان الاداره خلاص بدات تبص للناشئين او القطاع بتاع الناشئين. حضرتك شايفه المصاريف او الانديه مبالغ بقت رهيبه، فاحنا عندنا كنز كبير جدا ليه ما نستغلوش، خصوصا ان التطوير كبير حصل كمان كده. بعد كابتن خالد بيبو كمان بالزبط. بصراحه صور هذا النظام، عامل نظام جديد وشكل جديد، قلل الاعداد بشكل كبير. في حاجات كتيره جدا معموله، التغذيه، الملابس، حاجات في شكل ان شاء الله بامر الله يبقى بعد شويه يعني. بالظبط. جميل. جبنا كمان مستر مايكل اللي هو التشيكي، راجل ده حدث جديد نسبيا، ما كانش ما تمش الاستعانه بعناصر اجنبيه قبل كده في القطاع ده. ما كانش موجود الجزء الفني كله، هو مسؤول عنه، بيدي برامج، بيدي محاضرات، بيدي حاجات كتيره جدا، بيدينا معلومات، دايما قريب مع المدربين، مع القطاع. كل تقريبا اسبوعين في محاضره، بنقعد بنشوف احنا وصلنا لفين، وهو بيدينا افكاره ايه. راجل متفاهم جدا، راجل بيفهم كويس جدا. هايل. انت عارف حضرتك كمان العقليه بتاعت بره غير عندنا احنا هنا في خاصه في السن الصغير. فهم ليهم فكر معين، او ان انت ما تحطش الولاد تحت ضغط زي ما كنا بنتكلم من شويه. طبعا ولي الامر ما ينفعش ان انت تحط ابنك تحت ضغط والكلام ده كله. بنسب صغيره ان انت بتخليه يبقى مهتم، واخد بقى حضرتك ازاي؟ انا ما بتعنفوش بشكل كبير او ايا كان، ان هو بتعامله بالقطعه. لا، انت ابنك بعد شهر فين؟ بعد شهرين فين؟ بعد ثلاثة فين؟ بيتطور ولا ما بيتطورش؟ مستواه بيزيد ولا ما بيزيدش؟ العامل ان انت تتعامل مع الولد الصغير هنا، الولد لما هيتطور هنا قبل اي حاجة، لازم تطوره هنا. انا حاسس ان انت يعني عندك شغف كمان بتفصيلة التعامل مع الاعمار الاصغر، يعني حضرتك بعد ما اعتزلت كرة القدم اتجهت للتدريب فريق بالزبط. الاول في نادي الترسانة بالزبط. بس ما كررتش التجربه مع الفئه العمريه دي، انت اخترت بعد كده ان انت تقتحم عالم الناشئين والبراعم، اشمعنى وكان ليه القرار ده؟ هو هقول لحضرتك حاجه، هو ساعات الظروف بتجبرك ان انت مش او مش عايز تكون اجبار او حاجه زي كده، يعني بتاخدك في السكه دي، خدتك في السكه. انا شغفي كله او حياتي كلها عامه، انا يعني مش عايز اقول ان انا يعني جاهل، ممكن ابقى جاهل باي حاجه في الدنيا غير الكوره. يعني انا ماليش علاقه بحاجات كتيره جدا، ممكن ابقى بعيد بحاجات كتيره. اهم حاجه عندي في حياتي كلها من ولد صغير موضوع الكوره دي حياتي، من وانا عندي يعني عايز اقول 10 سنين او حاجه زي كده اهو. لان والدي رحمه الله عليه برضو من الناس اللي هو كان بياخدني وانا صغير اروح التمرين بتاع النادي الاهلي، الماتشات بتاعه النادي الاهلي، والجمعه ده كان على طول في النادي الاهلي. وهو كمان معروف للناس اللي هي زي عم حسين رحمه الله عليه، والناس اللي هم المشجعين بتوع النادي الاهلي او اللي هم لك بالاسم، يعني كان معروف، كان بيقعد في وسطهم. جميل. فتربيت على كده،
فانا شغفي وحبي كله للكوره يعني، حتى لما اقعد في البيت حياتي كوره. عشان كده حبيت تنقل الحب ده بتفاصيله للاجيال الجديده، سواء انا شغال مع الفريق اول او شغال مع، يعني دي كمان مهنتي يعني، انا مهنتي أو أو أو, او 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 بيتي بيصرف من الـ من الـ من الكوره، ما عنديش حاجه تانية او 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 مصدر تاني او حاجه تانية، مصدر دخلي هو الكوره. فتلاقيني دايما حتى لو ما فيش حاجه انا بذاكر، انا بقرا، انا بتفرج على حاجه معينه، بشوف حاجه معينه. ف اجمل حاجه في الدنيا لما تكون مهنتك اللي انت بتحبها، طبعاً حاجه اللي انت بتحبها دي تبقى حاجه كويسه ان انت تبدع فيها بالظبط كده، فبتحاول ان انت تطور نفسك. على النقطه اللي كريم قالها، عشان بس الوقت كابتن حسين حاج هاكد عليها قبل انتهاء الفقره، ان حضرتك فعلا باين من طريقتك ان في كمان شق بتراعيه جدا، وهو الشق النفسي، مش بس بتدرب، حضرتك مهتم كمان بفكره هنا انك تربي او تنشئ ناشئ سليم من جميع الاتجاهات مش بس رياضيا. فده واضح جدا مع كلام حضرتك يعني، فدي نقطه هايله، لان ممكن البعض يبقى مش شاغل باله، او زمان ما كانش الموضوع ده واخد اهميه كبيره على الارض يعني. هقول لحضرتك ليه، لان انا من ممارستي كمان للكوره، انا لعبت الحمد لله فتره طويله جدا، انا من سنه 87 في المجال بتاع الكوره يعني، بقى لي حوالي 33 سنه من ناشئ لفريق اول، تدرجت في كل حاجه. فعدى عليا لعيبه كتيره جدا كويسين، بس العقليه بتاعتهم وديتهم في مكان تاني. صح، بيحصل. فانا يعني طالما هتعامل مع ولد يبقى هو زي ابني بالظبط. المعلومه اللي هقولها لابني وهي اللي لازم اقولها له. فاللعيبه اللي عدت علينا ديت كلها وكانت عقليتها مش كويسه، فوديتهم في مكان تاني رغم ان هي موهبتهم كانت اعلى من ناس كتيره جدا. فبحاول اوصل الكلام ده كله للولد اللي هو الصغير. هي الدرجه بقى بتاعت الولد الصغير دوت ان هو يستوعب الكلام ده او يمشي بيه او الكلام ده كله، دي هتبقى بتاعته هو. بس انت وصلت له المعلومه بامانه، قلت له اخطائك انت وانت بتلعب ايه، مميزاتك انت وانت بتلعب ايه، وهو صاحب الاختيار، انت مش ربنا يكرمك يا كابتن حسين. انت راجل بتشتغل بضمير وبتشتغل بقلب وبحب، واكيد ده بينعكس بالايجاب على كواليتي النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. انا اللي ليا الشرف ان انا ابقى متواجد مع حضراتكم. لا نورتنا، وانا مبسوطه ان كابتن حسين قال ان هو بيتابع 10 الصبح في الاهلي، عشان طبعا طبيعه الحال حضرتك بتصحى متابع لاني بصحى بدري عشان يعني بتفرج عليكم شويه وبعد كده. طيب جميل جدا، ده يسعدنا، موفقين دايما يا رب. ربنا يخليك. هنيجي ان شاء الله زياره لفرع مدينه طبعا. نصر تاني، لان انا وكريم ده الفرع الوحيد تقريبا اللي احنا ما رحناهوش، وسامعين ان في تجديدات جميله وفود كورت كبير. كابتن خالد عامل حاجه هايله. جميل جدا. احنا هنروح فاصل وهنرجع مع حضراتكم لاخر فقره معانا النهارده، وفقره النوستالجيا، والاستاذ محمد صادق خليفه معانا. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. لسه بنفتكر معاكم ذكريات حلوه، وطبعا كلها متعلقه ببطولات افريقيا اللي توج بيها النادي الاهلي مرات عديده في ازمنه مختلفه. الحلو بقى في الاستاذ محمد صادق ضيفنا العزيز اللي بينورنا دايما في فقره النوستالجيا، ان هو الحقيقه لا بيحتاج مننا تقديمه، لانه بطبيعه الحال اشهر من نار على العالم عند كل محبي وعشاق النادي الاهلي. ومن ناحيه ثانيه ما بنحتاجش حتى نساله، لان هو بسم الله ما شاء الله الاسترسال عنده يعني كانه بيفتح كده، هو ايه في دماغك بتفتح صفحه التاريخ بتاع النادي الاهلي وعارفها بند بند وسطر سطر. سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا يا استاذ محمد. اشكرك يا استاذ كريم على المقدمه الجميله، واشكر استاذ نهاوند برضو ان يعني انت تملي يعني بتقول كلام حلو قوي اكبر مني يعني. لا يا فندم العفو. لكن احنا لما نيجي نفتح كتاب، ده كتاب تاريخ، كتاب عظيم طبعا. ده احنا نفتح كتاب النادي الاهلي اللي هو اوله مبادئ وقيم واخلاق وزودنا عليه تطوير وحاجه جميله كتير جدا طبعا. فتاريخ الاهلي عظيم مهما نقول. الكلمه بتاعتي اللي بقول ملوش ماضي ملوش حاضر، تمنى ان نتغنى بالماضي ونتغنى بالحاضر وبالمستقبل ان شاء الله. وتمنى زي ما احنا جينا قبل كده قلنا ان شاء الله وشنا حلو على النادي الاهلي الحمد لله يعني. قلنا ان شاء الله هناخد افريقيا، خدنا، هناخد الكاس، خدنا الكاس، وان شاء الله ناخد السوبر ان شاء الله. وقلنا ان شاء الله برضو ان احنا هنبقى نادي القرن، بناكد على نادي القرن، بناكد لا للمهاترات، التاريخ بيقول كده، فمش هنزور التاريخ. فالاهلي تاريخ عظيم وجميل، واحنا هنا بنقول حاجات البسيطه اللي احنا نعرفها عن النادي الاهلي حاجه عظيمه. اتكلمنا مع حضرتك قبل كده على الثمانينات بقى بالظبط، عن بطولات افريقيا تحديدا، لو انت بتتكلم عن بطولات افريقيا طبعا. احنا قلنا هنكملها الاسبوع اللي جاي، فعايزين بقى نسمع من حضرتك زي ما قلت كده. احنا عارفين ان احنا يعني او عارفين مكاننا فين بالظبط، او مكانتنا واصله لفين، ولكن احنا حابين او بننبسط لما نرجع ونتكلم ونشوف صور كمان وفيديوهات، فخلينا نسمع كده من حضرتك بدايه. اشكرك. احنا قبل كده بدانا اتكلمنا من اول تاريخ
احنا لقاءات النادي الاهلي في افريقيا من 1982 الى توقفنا الى 1987 باع البطوله اللي كانت تعتبر الختام للكابتن الخطيب 87 لما نزل اخر ربع ساعه ومتع الجماهير وكان الجماهير مش عايز الماتش يخلص. في 87 كنا بنلعب الهلال السوداني كسبنا 2-0 جول ايمن شوقي وجول كندوره في نفسه وشلنا الكاس وكانت اخر بطوله حملها الكابتن الخطيب مع النادي الاهلي. وقلنا المره الجايه هنتكلم من بدايه ايه اول بطوله افريقيه بعد كده وهي 1993 تمام. ودي كان مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي افريقيا سبور وكانت المباراه هنا كان 0-0 هناك وجينا هنا اهو بنعرض هنا دلوقتي اهو كل المانشيتات اللي نزلت الاهلي بطل افريقيا للمره الرابعه ها وهنشوف نجوم النادي الاهلي العظماء اللي هم بيشرفوا او بص التخصص بالتخصص الاهلي بطل افريقيا بالتخصص شوف الكلمه من 1993 احنا بنتكلم من 27 سنه الكابتن حسام حسن الكابتن هادي خشبه الكابتن عادل عبد الرحمن صاحب هدف الفوز من ضربه الجزاء ها علاء عبد الكابتن علاء صادق كابتن شوبير نجوم متلألئه هنا كابتن شوبير رافع الكاس ها في استاد في هنا في مصر في القاهره ها كاس عزيزه جدا كانت يعني بقى بعيد عنها 6 سنين وكان الاهلي بيلعب باللون الاخضر تمسك ان الفريق افريقيا بيلعب باللون الاحمر الغامق او النبيتي يا سلام شوف هنا اللعيبه والجماهير والناس احتفاليه جميله كانها امبارح كانها الاسبوع اللي فات كان لسه كنا واخدين سوبر افريقيا ها كنا واخدين كاس مصر واخدين الدوري ها افراح افراح نرجو ان الاهلي كلعيبه تقول ان احنا البهجه عايزين يعني تبقى مستمره البهجه والفرح مستمره يا استاذ محمد ياريه. لحد دلوقتي دي حقيقه ده الفريق اهو لسه كنت بتكلم ان الاهلي لعب بفنانه مختلفه قضية الفنانه الثانيه ساعتها في الوقت ده كابتن خطيب كابتن عمرو الحديدي كابتن مشير حنفي كابتن عادل عبد المنعم كابتن حسام حسن كابتن محمد يوسف كوكبه كابتن شوبير كوكبه جميله ها اسعدت مصر الكابتن محمد عبد الجليل كنا اتكلمنا معاه قبل كده على البطوله ديت مع الكابتن مدرب ساعتها كابتن مين؟ الكابتن الان هاريس كان مدرب وكان يعني حصلنا على اكثر بطوله في السنه ديت سبحان الله يعني كلها ان المدربين بيجوا اهو ده الجون كابتن عادل عبد الرحمن احرزه على يمين الحارس وده كسبنا بيه البطوله ديت كان في افريقيا سبور ساعتها فريق مرعب فريق مرعب في 1993 الماتش ده كان كوره بالعرض وكابتن دخل على كابتن حسام حسن عمل ضربه جزاء وحطها كابتن عادل عبد الرحمن كان هو جون المباراه وده هدف الفوز ده هدف الفوز جون كابتن عادل عبد الرحمن كمان لا استاذ محمد صادق فاكر كمان هي حطها على يمين الجون يعني التفاصيل حاضره معاك يعني انا مش عارف هم يعني انا فاكر كل المطوشه من كتر حب النادي الاهلي رقص يعني شوف يعني فيديوهات ثانيه اقدر اشرح لك من قبل الكره ما توصل نص الملعب من حبي للنادي الاهلي وحب لجوانه ها حب رموزه حضرتك مش بتتفرج بس حضرتك بتدرس اللعيبه والماتش فدي موهبه ثانيه طبعا يعني. وبقى مشدود قوي لما الكره تضيع سهله ومشدود قوي ان احنا الفرص لان احنا قلنا كان المفروض تلعب يا استاذ محمد ايوه بقى انا فاكره انت حكيت لنا بس كان لازم تكمل بصراحة. انا بلعب بقلبي وبعقلي وفكري وكويس على نعمه حب النادي الاهلي لان الاهلي هو اللي على طول بيديني ابتسامه والامل هي الحاجه الجميله دلوقتي حتى لو خسرناك لاعبا فاحنا كسبنا مؤرخ لنجاحات وكل اللحظات الحلوه اللي عشاق النادي الاهلي مروا بيها دي حياتي كلها 49 سنه 50 سنه اتمنى اللحظه اللي عايش فيها دي عشان اللي جوايا يطلعه انا اللي بشكركم اديتوني فرصه اقول الحاجه اللي بحبها طول عمري من وانا طفل الاهلي الرمز جميل. التاريخ اللعيبه ها الجمهور العظيم اللي بيفرحنا انا بقالي ما بفرحش انا مع النادي الاهلي ما بسعدش النادي الاهلي ابقى سعيد كده باولادي في البيت قاعدين النادي الاهلي يلعب يا رب الاهلي يكسب ممكن اسال حضرتك سؤال ما سالتوش قبل كده اتفضلي بتجيب المصادر منين يعني انا فاكره ان حضرتك بتجيب لنا كنت جرايد الجرايد دي بتعود تقريبا ل 1940 ويمكن كمان قبل كده فانا عايزه اعرف منين المصدر ممكن مع اساس العائله عندي من 120 سنه اهم حاجه اسمها الوراقين الوراقين دي كل ما بيتعرض في الورق طبعا. غير الارشيف جاي الارشيف ده حاجه حديثه صحيح. المؤسسه دي عملناها عشان نقدر نجهز انا بخدم يعني مصر هنا سياسيا ادبيا ثقافيا رياضيا فنيا تاريخ فني في 100 سنه بجمعه رياضه في 100 سنه بجمعه هي. ازاي بجمع اي مؤسسات بتخرج حاجتها القديمه باخدها انا ما بحبش شغل السيديات والكمبيوتر انا بحب اشم الورق اجمع الجورنال من اول عدد المجله من اول عدد الصوره الفوتوغرافيه اجمعها ده عايز صبر كبير يا استاذ محمد ده وحب فعلا زي ما حضرتك قلت للحاجه اللي بتعملها عشق. اي انسان في اي مهنه يدوا حب وعشقه ليها تنجحها وتعليه مش مهم المستوى المادي كفايه ان انا قاعد في النادي الاهلي
كفايه تقدير الناس ليه؟ فناس بتكلمني تقول لي يا سلام انت بتورينا حاجات ما شفناهاش، هوريكم كاس مصر من اول كاس السلطانيه 1917 لغايه دلوقتي، هنوريكم كاس الدوري عام 48 لغايه دلوقتي، بطوله القاهره، كل حاجه بالوثيقه. وهنا الفرق ان الاهلي افتح التاريخ، افتح كتاب التاريخ، افتح الجبرتي، ما اتفرجنا على المزيد من الوثائق بقى برضه ناخد فكره. اياس بيقول ايه والتاريخ بيقول ايه؟ هنقول بعد 93 بقى سيبرنا شويه لغايه ما جت بطوله 2001 بطوله كانت عزيزه قوي، وكنت انا يوميها كنت قاعد في منطقه اسمها فرغوريه كده، وكنت قاعد ايه قلقان الاهلي يعني، فلقيت جون، الناس كانت بتقعد على القهاوي بقى ساعتها، لقيت كابتن سامح حفيظ ما بيقولش جون بدماغه، كره من كابتن محمد فروم من اليمين يحطها بدماغه في عكس الحارس، وفرحه عظيمه طبعا. ها كابتن سيد عبد الحفيظ يعني لو شفنا تاريخه ها حاجه عظيمه، حاجه محترمه، ها وفاء للنادي، ها عروض كثيره، قال لك الاهلي هو بيتي والاهلي بيكافئه. بص هنا بقى ده جول خالد بيبو، ضربه جزاء، هو اللي عمل ضربه جزاء وحطها على يمين الحارس ارضيه سريعه، والجول الثاني كابتن محمد فوق من يمين هيلعبها عرضيه، كابتن خالد بيبو هيحطها على ارضيه نفس الزاويه. هو كان هاتريك خالد بيبو، ثلاث اجوان في الماتش. اول جول على يمين الحارس ارضيه سريعه، ودي تبقى صعبه جدا على اي حارس، كان في سان داونز كره عالميه، كره سان داونز ده الى قريب قوي كان عامل مشكله لفرق كثيره، ها وعامل لهم رعب، لكن بعد كده الاهلي ثلاث اجوان، جول اولاني ارضي اهو على يمين الجون، والجول الثاني بقى كابتن محمد فاروق لعيب مخلص نادي الاهلي طبعا من اليمين هجمه عنتريه لعبها بالعرضيه هياخدها وهو جاي من نص اهو، بص ارضيه نفس الزاويه. والجول الثالث بقى كابتن خالد بيبو بيقلد كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، ها كره من نص الملعب رقص واحد واثنين وركنها ارضيه على ايه؟ على ايه؟ برضه نفس يعني الزاويه الارضيه الجون الثالث كانهم كربون. الله عليك يا كابتن بيبو والله. كابتن محمد فاروق من ناحيه اليمين لعبها عرضيه، لعبها له حلوه جدا برضه طبعا طبعا جدا. كابتن خالد بيقول لك انا ما كنت اجيب جون اهو، بص جوه الجون ده بقى هياخده ازاي؟ هياكل اللعيب عكس اللي جاي الله، امشي ماشي ماشي كله يريحه بالراحه في نفس الزاويه يمين الجون ارضيه ثلاث اجوان، كانت فرحه كبيره طبعا. كنا بقى لنا مده عايزين نفرح طبعا، ها من 93 ل 2001 لا وبلعب منافس قوي كمان طبعا كره كان ساعتها هم بيعملوا بدل الكره البرازيليه الكره الشامله جنوب افريقيا بيعملوها حلو قوي، والاهلي كان بيحب الفرقه دي، بيحب الفرق اللي تفتح مع اللعب مش الفرقه اللي تفضل واقفه عند الجون ها وتدافع. من هنا الاهلي في البطوله دي رجعنا بقى، بدانا بقى نخش بقى ايه من 93 بقى نخش بقى ايه نخش في البطولات 2001 و2000 بقى و5 بقى الجيل العظيم بقى، كل الاجيال عظيمه، بس الجيل ده بتاع 2005 احنا داخلين عليه دلوقتي ده بقى جيل بقى يعني ليه وضع خاص كده بره وجوه وعالميا من يعني ناحيه ايه بقى ان احنا كل البطولات اللي بنخش فيها بناخدها طب دوري كاس نشارك في كاس العالم الانديه ها هنشوف في 2004 هنشوف حالا الجيل الذهبي اللي انت بتتكلم عليه ماتش 2005 النجم الساحلي هنا في جون هنا ها عبقري هنشوفه دلوقتي. شوف بقى كابتن ابو تريكه هيخش هيتلعب لابو تريكه هيخش ازاي على الجون منين ويحطها في الزاويه دي. بص كابتن تريكه بص في الزاويه البعيده الله من الاجوان النادره الله يعني ان هو ازاي يشوط من الحته دي وفي نهائي افريقي هنا 3-0 ها ونشوف ازاي كابتن اسامه حسني هيجيب الجون الثاني ازاي بدماغه من المرحوم رحمه الله كابتن محمد عبد الوهاب يرفعها له ازاي يحطها بدماغه وهنشوف جون عالمي ها للكابتن محمد ابو تريكه دلوقتي بيتحكوا اي كره زيها يقول لك يا سلام ما فيش جون زي ده. كابتن محمد بركات هيخش من يمينه يحطها في السكسوكه في الزاويه البعيده. شوف الجمهور هو الماتش ده انتهى 3-0 تقريبا ده الماتش كان هنا 3-0 نجم الساحلي انا فاكر ماتش جميل كان كابتن حسام البدري كابتن وكابتن جوزيه وهنا محمد ابو تريكه يقول اولاد 22 طبعا. الجول الثاني بقى كابتن اسامه حسني في هنا بقى حاجه جميله قوي كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله طبعا الله اللي كان فيه زياره جميله جدا من بعض اعضاء مجلس الاداره واللعيبه قريب لعائلته طبعا حاجه محترمه طبعًا. كل يوم هي دي المبادئ طبعًا. هي دي طبعا هي دي الاخلاق مهما طول الزمن الاهلي ما ينساش لعيبته الاوفياء طبعا اللي بيفضلوا معاه على الحلوه والمره. والجول الثالث كان كابتن بركات بركات لا الجول الثاني اسامه حسني الجول الثالث كابتن بركات الجول الثالث ايوه مظبوط يا كابتن اسف يا كابتن لا 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 خالص شوف هنا بقى هتلعب كره لمين ها ده كابتن حسن مصطفى هتقطع كده كابتن محمد عبد الوهاب ازاي الرفعه المتقنه اهو هيخش هيرفعها بالظبط بدماغه كابتن سامي حسني الله ما شاء الله عليك الملك يعني الهندس زي ما بيقولوا ها فرحه عظيمه كابتن جوزيه كابتن احمد ناجي كابتن حسام البدري ها فرحه غير عاديه في 2005 كابتن سامي حسني طبعا
من يعني من لاعيب الاوفياء جدا في النادي الاهلي الى الان. ده الجون الايه الثاني. ثاني احنا كاننا بنشوفه لاول مره. يا جماعه بصوا الجمهور، جمهور مصر وجمهور الاهلي فرحان قد ايه. هي عيله، انت زي ما يكون ابنك، زي ما يكون اخوك طبعاً. هو اللي سجل الجول، انت عيله كلها بتفرح. ده الكيان اللي احنا بنتكلم عنه، بنقوم بصرخه كابتن. ده هنا بقى محمد بركات. هنا يرفعها على طول سامح حسني. بص بقى الجول العالمي ده، ها في جول قريب جه زيه كده اتعمل عليه يعني مالك الحركات. اتعمل عليه سيناريو جبار ما حصلش في التاريخ. بص كابتن محمد بركات جه من اقصى الشمال دخل يمين اول كان وخده على الواسع وحطها في الزاويه البعيده في الايه العليا. وهنا وقف في الشبكه فوق بالزهره كده الكوره من حلاوتها. شوف الجمهور من فرحته، وكان ده في اخر دقيقه في الماتش واخر دقيقتين. يعني قال كده كده من الكاس لكن بيلعب اخر بطوله. فعلا جيل جميل طبعا. كابتن بركات، كابتن ابو تريكه، كابتن محمد شوقي، حسن مصطفى، اسلام الشاطر والحضري، وائل جمعه، ها عظماء مش عايزين ننسى حد، كابتن عماد النحاس طبعا. ايه الوفاء ده. كابتن محمد ابو هاب رحمه الله، بص الكره يا استاذ كريم حطيتها فين؟ الجون اتفرج عليها تحفه في الثمانيات طبعا. وقال لك جون عادي، احنا كلنا بنلعب للفريق، مش جون عالمي بقى عايزين نختار احسن جون، لا عادي. هو الجون كله بيخدم على ايه؟ على الفرقه. صحيح. شوف الفرحه للناس، الجمهور بيحضر 120,000 و100,000 غير اللي بره. المنظر ده وحشني قوي. هيجي ان شاء الله. ان شاء الله. بس لازم يكون في نوع من عند الجمهور يعني الالتزام. احنا البلد دلوقتي محتاجه لكل واحد مننا في التزام بكل حاجه، نروح نشجع، ما يبقاش في نوع من يعني نشجع زي زمان عائلات، اخد مراتي اخد ولادي. خلينا بقى نشوف المانشيتات. هنروح. صح، دي المانشيتات اللي كانت على الماتش اللي احنا شفناه. احنا 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 رحنا بقى كان فيه بس 2006 طبعا بقى، ها ماتش الصفاقسي كنا عايزين نجيبه برضو من الجوان العبقريه، ها كابتن ابو تريكه اللي وصلنا، اللي احنا بعد الماتش ده وصلنا بقى كاس العالم. يا احنا وصلنا كاس العالم كام مره؟ والسنه ان شاء الله هنروح. ادي فريق جميل اهو، شوف بقى الفريق هنا ما شاء الله، كابتن محمد شوقي، كابتن ابو تريكه، كابتن فلافيو، اسلام الشاطر، بركات. يا 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 الفرقه. انا كنت بقعد في البيت يعني للاسف بقول كده احنا هنكسب، يعني ما انا عايزين شاي هنكسب، هنكسب ان شاء الله. ثقه 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 في فرقتنا في كل مكان وفي كل مركز، عندنا لعيب واثنين وثلاثه. صحيح. ولاعيبه اوفياء ولاعبين عارفين يقدين المسؤوليه. والبدلاء في الزمن ده ما كانوش يقلوا كمان ابدا ابدا. اللعيب اللي بيلعب في الجناح اليمين بره زيه، اللي لعيب في الشمال زيه، الجون عندنا حارس واثنين وثلاثه، المهاجم اثنين وثلاثه، وكلهم اللي بيلعب اللي قاعد على الدكه بره كانه بيلعب قاعد بيعمل كده ويشد كده وشوط ويوم يقف. دي انا بتكلم بطبيعتي سامحوني. طبعا ما بعرفش. المهم احنا وقفنا عند 2006 2006 عايزين نجيبها برضه. 1-0 1-0 مش 1-0 جول صفاقسي في اخر دقيقه، رفع من كابتن شادي على الكابتن فلافيو على ال 18 ابو تريكه بشماله. واجي اول ما بيجي جول بشماله، بص اي بشماله. الله. وكنا رايحين اربع خمس تجوان ولعبنا بخطه غير عاديه في الماتش ده، وبدانا الماتش بقوسي منساه 35 دقيقه وطلعنا قلبنا الماتش. واحمد شديد القناوي الاهلي مسك الفرقه الصفاقسي في نص ملعبها لدرجه ان بعض اللعيبه بيقعدوا يندهوا للجمهور يعني شجعوا شجعونا مش قادرين في خمس ست دقايق. بص الكوره، بص ده بتاع ربنا، توفيق ربنا كل مجتهد نصيب. عملنا ماتش غير عادي. ده كان في الدقيقه كام تحديدا؟ ده في الدقيقه الاخيره 90 الوقت الضايع كده. حكايه الدقيقه 90 يعني تملي. ده بيدل على حاجه القتال حتى النهايه. ده الامل، ده الصبر، ده الاهلي. عندنا امل، لينا حقوق هناخدها في الاخر. ها لينا حقوق عند الناس هناخدها في الاخر. لازم الصبر طبعا. واخرة الصابرين الخير. هنا ده 2006. بص بقى الفرحه هنا غير عاديه، الفرحه غير طبعا. عاديه. احنا رجعت العربيه المكشوفه بتاعت النادي الاهلي، كنا مستنيينها وبنجري ورا العربيه لما دخلت النادي الاهلي ولعيبه الاهلي فوقيها. ما حصلتش في مصر. العربيه الحمراء اللي بدورين طبعا. والناس قاعده ومستنيه. بص هنا شادي محمد هنخش بقى هنا في 2008. دي بطوله عظيمه، لعبنا هنا كسبنا 2-0 بجونين الكابتن وائل جمعه والكابتن فيلافيو. رحنا هناك لعبنا ماتش جميل جدا، كنا قلقانين، فرقه قويه جدا القطن الكاميروني. كانت فرقه قويه جدا. لعبنا هناك احنا نكسب 4 نكسب 5، المهم لعبنا كابتن احمد حسن ما شاء الله عليه عامل لعيب العالم، كره من العكس الناحيه الثانيه حطها بايه برجله اليمين في الزاويه البعيده. الجون الثاني كابتن بركات حركات ناحيه اليمين وحكى للعيب كده عكس ايه على الثابته، ضرب الجزاء حطها كابتن شادي محمد، رفعنا الكاس في 2008. دي بطولات جميله. 2007 وصلنا النهائي، احنا كنا كل سنه 4 5 6 7 8 ها نوصل للنهائي. هي سنه واحده يعني النصيب ما حلفناش فيها 2007 هنا في النجم الساحلي، لكن كم بطوله وصلناهم خدناهم.
لكن قطن الكاميرون ده كان ماتش جميل جدا جدا. يعني كابتن فلافي حط كوره يعني يقول ايه يعني صاروخ بدماغه ما شاء الله. كوره مرفوعه من فاول حطها بعكس جسمه في جول. في جوال ما بتتنسيش خالص حتى لو عدت سنين كتير. ابدا ابدا. والكابتن طبعا هو الجمعه كان نازل بجسمه عند جنب العارضه وحط كوره بدماغه. ده الجون الايه هو الصخره فعلا يعني اسم كان على مسمى يعني اوفياء اقرا التاريخ. كل لعيبه الاهلي الجمال والجداد وكلهم والقدام لكن الاهلي الاهلي الاهلي. احنا عايزين نقف بقى بالتاريخ عند 2008. خليك بقى فاكر ان احنا وقفنا طبعًا. المره دي عند 2008 عشان نكمل مع حضرتك ان شاء الله الاسابيع اللي جايه بقيه ماشي. البطولات وبكل ما فيها من تفاصيل. ده شيء جميل وانا بتشرف اني بحكي حاجه انا بحبها في كياني في دمي. واحنا بنسعد بالحواديت الحلوه الجميله بتاعتك. اشكرك يا استاذ. اشكرك يا استاذ كريم. نورتنا. اهلا بيك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على متابعتنا حلقه النهارده. كده الحلقه خلصت. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.